للمزيد عن ذلك ينضم إلينا من جنيف المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لندمير. أهلا بك سيد لندمير. يعني ما خياراتكم التي تدرسونها مع طلب إخلاء هذا المستشفى والمستشفيات الأخرى أصلا تعاني ومكتظة بالمرضى والجرحى؟ شكرا جزيلا على استضافتي. خياراتنا محدودة للغاية وقاتمة. أمس الوقت الوحيد الذي سمح بإدخال الوقود فيه كان هناك نحو 25 ألف لتر للأنروا فقط لتشغل وتسير الشاحنات الموزعة للطعام والماء وأشياء أخرى، وكان ذلك هو القدر الوحيد من الوقود الذي دخل. هذا يعني أن كل شيء معطل، فالصرف الصحي معطل، تحلية المياه معطلة، المستشفيات كذلك معطلة، الشفاء ومستشفيات أخرى. ومن بين 35 مستشفى 22 تعطل سواء بالتضرر أو بعدم وجود الكهرباء، وبالتالي عدد قليل جدا من المستشفيات ما يزال يعمل، والشمال هو مدمر بشكل كبير والأوضاع كارثية، وبطبيعة الحال لم يعد الوضع قابلا للعيش من قبل الناس. ما يزالون يجدون المأوى في مستشفى الشفاء، وهناك محاولات لمساعدة المرضى، والوضع لا يحتمل، وذلك كما تعلمون. لكن لم يعد لدينا اتصال مع طواقمنا منذ نحو 12 إلى 20 ساعة لأن الاتصالات معطلة. وخطط الإخلاء في رأيك كيف تأثرت بقطع الاتصالات إذن؟ نعم، أولا يجب أن يكون هناك خطة جيدة للإخلاء، ودون اتصال وتواصل يكون الأمر صعبا. دعونا نتذكر مسألة الحضانات، كان هناك 36 خدجا، وهذه الحضانات هي بالبطاريات، ويجب نقلها عبر معدات متخصصة ومع طواقم مخصصين مع الأقارب. ولذلك كل خديج سيحتاج إلى سيارة إسعاف خاصة لينقل، وهذا يعني أنه سيكون هناك قافلة من 36 سيارة إسعاف، وأيضا مسعفة بأنظمة أخرى إلى مستشفيات أخرى في الجنوب حيث لا يعمل أي شيء، وهناك طريق غير آمنة وفي الخلاء وفي الهواء الطلق. ولذلك الإخلاء والإجلاء في ظروف كهذه مستحيل، ودون الاتصالات لا يمكن تنسيق الأمر. طيب، لا يوجد وقود لتشغيل سيارات الإسعاف وليس لتشغيل المستشفيات، أين هو دوركم لوقف وإنهاء هذا الانتهاك؟ كيف تصف جهودكم؟ أين وصلت هذه الجهود؟ هل من إمكانية لحلحلة على الأقل بعض هذه العقبات؟ نحن أجرينا اتصالا مع طاقمنا هناك، ووصفوا الوضع بأن الوقود أصبح هناك حاجة إليه كالهواء، كل شيء أصبح مطلوبا بما في ذلك الحصول على الماء، لابد من إيجاد وقود. ونحن نجعل جهودنا متضافرة مع الوكالات الأممية، ونعمل بتنسيق مع الطواقم في الميدان منذ 7 أكتوبر. خطوات قليلة جدا أدت إلى نتائج. كان اتفاق أو مؤتمر باريس من ضمن الخطوات التي كانت جيدة، والإدارة الأمريكية كذلك ننسق معها. هناك خطوات ضئيلة جدا ولكنها لا تسعف الرضع الآن ولا السكان الغزيين. الجهود الدبلوماسية نأمل أن تسرع في القريب المنظور لتفضي إلى حل، وإلا فإن المجتمع الدولي عالق. إذا كانت الأطراف المتناحرة حماس وإسرائيل لم تتفق على وقف لإطلاق النار، ولم تتفق على جلب أي معدات وماء وكذلك وقود، إذا لم يجلب من أجل ضمان حياة المرضى وجلب المعدات، لن يكون هناك أي حل. لا يمكن جعل ذلك قسريا، لا يمكن جلب ذلك جوا، يجب أن يحدث هذا برا وبطريقة
بطريقة متكررة. كنت أتحدث قبل قليل معك عن 25 ألف لتر من الوقود للأونروا فقط، بالمقارنة مع ما سيحتاجه مستشفى الشفاء 200 ألف لتر. ولذلك الآن هناك وضع صعب، ليس هناك ما يكفي لإدارة وتشغيل المستشفى ولو ليوم واحد، ولذلك نحن نحتاج وصولا آمنا وكذلك أماكن آمنة. في آخر سؤال وباختصار، كيف إذن يمكن أن تتخيل ملامح الوضع الإنساني والطبي لهذه أو لهؤلاء المرضى والجرحى خلال الأسابيع القليلة المقبلة في ظل يعني كل هذه التحديات؟ الوضع سيء جدا جدا، بالإضافة إلى الجروح والإصابات البالغة والدهس والحروق التي تحتاج إلى الجراحات وحقن الدم والعديد من العمليات. هناك حاجة إلى منع انتشار العدوى والأوبئة، هناك التهاب كبدي وكذلك المختبرات لم تعد تعمل، وبالتالي لا يمكن أن نجري أي فحوص لمسألة الالتهاب الكبدي على سبيل المثال. فوق كل هذا ليس هناك معدات دوائية، ليس هناك وقود وماء الشروب الذي يعد ضروريا وأساسيا. الآن هناك مخاطر كبيرة بدأت مسبقا، وهي انتشار الأمراض، وخصوصا بعد أن تسقطت الأمطار في غزة وأصبحت مياه الصرف الصحي تطفو في الشوارع. الوضع كارثي بكل المقاييس، غزة ستتحول إلى مقبرة. أشكرك كريستيان لاندمير المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، كنت معنا من جنيف.